توقف هنا، توقف، توقف أمام مشاهد في العمق الجارفة، وكأنك في أحلام تستيقظ منها فجأة، أو كأنك في واقع تسافر به إلى الأحلام. سافر هنا تحت القشور والجلود والرياء في رحلات وجدان في أعماق النفس، وتوقف مليا عند كل زوادة تقتاتها من المعاني فيما تعيشه مع أديب يسافر عبر الحدود الممنوعة. اهجع طويلا، اهجع طويلا عندما تنتهي من سجن الكلمات، واكتشف أي أشجار تنبت في داخلك كالغابات، بعضها وحشي وبعضها ساحر وبعضها معطاء. أطبق جفنيك، أطبق جفنيك وعش عالما أصبح لديك فيه السؤال وفيه الجواب. عشرون قصة من قصص الشتات والسؤال عن شفة المحبة والنزق والعبث والخلود. هذه المجموعة في قطار حط في محطة اسمها ابني بالسر، ابني بالسر، حيث تحيي ما لا يحكى. هذا الكتاب هو الرقم 50 من الأديب زهير الشلبي في إصدار ماسي لعنوان يسافر بين عالم غارق في الرغبات وعالم يحركنا آلات مطيعة في هذا الكون. كن رفيقنا عبر مسيرة عمر طويلة، كن رفيقنا عبر مسيرة عمر طويلة من الأعمال الأدبية والفنية الخالدة. واسأل دوما عن اسم مؤلف، واسأل دوما عن اسم مؤلف لم يبع قلمه وأحلام ناسه. عندها وعندها فقط راسلنا، راسلنا نعم، واكتب لنا عن موسيقى ترعرعت في داخلك فروضت منك فارسا أصيلا من وجدانك وأحلامك. عندها وعندها فقط راسلنا واكتب لنا عن موسيقى ترعرعت في داخلك فروضت منك فارسا أصيلا من وجدانك وأحلامك. فبريدنا ينتظرك كالصديق الوفي في آخر الكتاب.